هاي ما منطقة. حي الصحة. معاناتكم ايش حي الصحة؟ والله معاناتنا بلدية ماكو تنظيف، ما حد يجي، الشوارع يعني دائما ما نظيفة، وعندنا شوارع هم يعني ما مبلطة، يا مدرستينا هنوك عندنا بالفرع تكرم تعرف التنظيف يعني حلو بالمنطقة. على اساس انه جاي 40 مليار يعني المشاريع. بلي. ما شملتكم هذه؟ لحد الان كشي ماكو. ماكو كشي. ماكو لا تنظيف لا خدمات لا تطورات تنظيف يعني. معاناتكم شنو خالص؟ والله المعاناة تعبانة، الشوارع تعبانة، خدمات ماكو، بلدية يعني قلة تجي على التنظيف ما تنظيف هاي الشغلات، يعني ضربات جوية عندك ذاك الشارع غادي ذاك مسدود حتى يعني من الوحل هاي سووا المجاري ماله بس تبليط ماكو، يعني ما هي وصلة صغيرة بس ما حد يجي يسويها، يم المدرسة عندك همين الشارع عندك المدرسة وبصف الجامع. خدمات ماكو تبليط درايج انا سويتها بيدي للمنطقه للمنطقه هي. واجب الدوله وين؟ والله واجب الدوله ايش يسوي للدوله اذا الدوله ما عاد تشوف الشعب هذا قولوا لي جبت 40 مليار ما شفنا لا لا ما شفنا كل شيء منها داخلين لانقاذوني وشخ بيدي ماكو هذا وضعنا تحتاج مشاريع ها؟ تحتاج عمل طبعا تحتاج عمل ماكو شغل ماكو اسمع انه جت 40 مليار يعني يا ما كلها قاعد بيجوبهم كلها باقوى الفلوس ويني ويني ما في شعر ما عاد في شعر 40 مليار كل شيء ما في كلها شعر ويني داخل خدمات داخل ساحه داخل ابو الجبل الانقاض ايش اكو؟ ماكو شيء على ارض الواقع وماكو شيء ما عندهم شيء ما عندهم شيء ايش تطالبون؟ ما نطالب خدمات خدمات رواتب الموظفين تقاعدين كل ياخذون راتب لازم شوارع وشاي مليح مليح وين مليح شاي مليح هذا بس مناطق تحتاج تبيض دخل شاي ما بيمشي خشطوا يعملوا قاطلخ ايش في هذا؟